تعالوا نعمل طاجن الفريك بالموزة. الفريك هو القمح الأخضر، لحمة موزة مسلوقة والشوربة بتاعتها متصفية، سلقناها في مية بتغلي وبصل ملح وفلفل وحبهان ومستكة والقورة. صفينا اللحمة لوحدها والشوربة لوحدها، بصل مفروم وفلفل رومي وحبهان وقرفة، صلصة، ثوم مفروم، زيت وزبدة، عصير طماطم، سكر وملح. طيب، وسخنت الووك وهنحط معلقة الزيت وهنحط معلقة الزبدة وهنحط البصل. طبعا لو اللحمة مش مسلوقة يبقى هتنزل اللحمة الأول تتشوح وبعدين ينزل البصل زي ما عملنا في السجق، لكن بما انها عندي مسلوقة يبقى زيت وزبدة، بصل، ملح، فلفل اسود، فلفل رومي، طبعا ممكن تحطه معاه حار وممكن تحطه فلفل الوان، ثوم، التوابل على راس المعلقة كده هوت خفيف خفيف، مش عايزينها تطغى على الطعم، احنا عايزين ندي نكهة بسيطة لان كمان عندنا شوربة بتنكهها كويس. بعد كل مرحلة وبعد كل مكون بنقلب ندي حاجة وقتها، بعدين بننزل باللحمة اللي اصلا مسلوقة، بقلب بنزل بعصير الطماطم معلقة السكر طالما حطينا طماطم، صلصة، نقلب دي وصفة في حد ذاتها يا جماعة، أغلي اللحمة مع الصوص وقدمها، فدي وصفة في حد ذاتها وتبقى حلوة جدا جدا لوحدها ومش محتاجة أي إضافات خالص، تحطوها على شوية رز وتاكلوها تبقى حلوة جدا جدا. بس احنا عايزين نخليها وجبة متكاملة، فهقوم منزلة عليها الفريك. احنا الفريك عندنا في مصر بيبقى شوية مصفر، حبايبنا في الصعيد وحبايبنا في الشام تلاقوا عندهم الفريك اخضر اخضر. بساوي كده الدنيا وبدي الشوربة، ده بنحلل من الاتنين بعد الشوربة، ادي غلوتين وبعدين احط في طاجن واحط في الفرن او اكمل سوى على النار، الاتنين حلوين. طب ما عنديش فريك يا اميرة، برغل، ما عنديش برغل، لسان عصفور، شعرية، مكرونة، قمح اللي هو الغلة، كله هيمشي اللي موجود. ندوق عشان نشوف اذا كن تمام، نسيبه يستوي ولا مش تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. رشة ملح خفيفة مش كتير. دايما تاني هقول طالما عندي شوربة بستنى، وده الاضمن والافضل، احسن ما اضيف وبعد كده ابقى احتاس ما اعرفش اشيل من الاكل.